أذكر لكم مقدمة، لاحظوا الآية الشريفة، قل هو الله أحد، الله الصمد. نستفيد من قل هو الله أحد توحيدين، ونستفيد من الله الصمد توحيدين. أما من قل هو الله أحد نستفيد توحيد الذات وتوحيد الصفات، لأن أحد بمعنى ما لا جزء له، الواحد له ثاني له ثالث. أما قد يكون شنو الواحد؟ قد يكون له جزء واحد يعقل أن يكون له ثاني، لكن في الواقع الخارجي ليس له ثاني، لكن الواحد له جزء، أنا واحد لكن لي أجزاء. أما الأحد لا أجزاء له على الإطلاق، الله سبحانه وتعالى كما هو الواحد إنه الأحد، ما إلى أجزاء لا عقلية ولا خارجية ولا غير ذلك. لو كان الله سبحانه وتعالى متصفا بصفات ليست عين ذاته لكان لازم أحد محذورين، إما تقول أن المجموع هو الله، يعني مجموع المعروض والعارض، يعني هذه الذات المتصفة بالعين، فلا لازم أن يكون له جزء والكل محتاج للجزئين فليس إلها، لأن يعني الإله ما لازم يكون محتاج لأي شيء. أو تقول بأن الله هو المعروض فيلزم الإشكال الأول اللي بيناه، المعروض وحده، هذه راح تكون شنو؟ خارجة عن ذاته، لاحتاج إلى غيره، هناك لاحتاج إلى جزئه. فإما أن يحتاج إلى غيره، لو قلت الصفات هي خارج الإله عارضة على الإله، أما لو قلت بأن هذه الصفات والموصوف مجموعها هو الله فاحتاج هذا الكل إلى الجزء فلم يكن إلها. فالتوحيد بالمعنى الأول والتوحيد بالمعنى الثاني يستفاد من قوله هو الله أحد. أما التوحيد بالمعنى الثالث والرابع، توحيد الأفعال والصفات، يستفاد من كلمة الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد يعني شنو؟ يعني المصمود إليه، أي المقصود، المقصود بالذات. اللهم في الدعاء إليك صمدت من أرضي، يعني إليك قصدت. فالصمد بمعنى شنو؟ بمعنى المقصود، وصمد يعني قصد، فالله الصمد يعني هو المقصود، المقصود أولا وبالذات هو الله سبحانه وتعالى، المقصود إليه بالحوائج هو الله سبحانه وتعالى، المقصود لجميع الخلائق من جن وإنس هو الله سبحانه وتعالى، المقصود عند الشدائد هو الله سبحانه وتعالى. الله الصمد يعني المقصود بالذات للكل وبكل الجهات، من كل الجهات وبكل الجهات ولكل الخلائق. هاي الكلمة على اختصارها تضمنت المعنيين معا، توحيد الأفعال وتوحيد العبادة، لأن الله إذا كان هو المقصود للكل ولكل شيء فينبغي أن يعبد وحده، ما له معنى بعد تعبد شيء آخر، هو المقصود الأول والأخير. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو مقصد الكل، هو الذي يصمد إليه الكل في كل شيء، في أفعالهم حركاتهم سكناتهم أفكارهم، فكل شيء صادر منه، لأن إذا كان له شريك في الأفعال لم يكن المقصود وحده. كلمة الصمد، أنا شوية أملت بعدين كلام الإمام، الإمام يقول كل المعاني الأربعة للتوحيد متضمنة في الصمد، وليس المعنى الثالث أو الرابع، بل ما هو أسمى من ذلك بكثير. وعندما طالعت الصافي فشفت بأنه الإمام ظاهر كلامه شوية غريب، لكن عندما بعدين نجي نحلل كلام الإمام نشوف بأنه لا، كلام جدا دقيق وجدا واضح. لاحظوا الإمام يذكر معاني للصمد ظاهرا مو مترابطة، بس جوهرها مترابط، وإحنا قاعد نستدل بس ببرهان اللغة، لأن الإمام يستدل أيضا ببرهان علم الحروف، وأكو براهين ثانية ما راح ندخل فيها، ذيك معمقة ومطولة. إحنا الآن مهدنا هاي المقدمة حتى يتضح كلام الإمام، بس نستدل ببرهان اللغة على هذا المعنى اللي الإمام قاعد يقوله. لاحظوا الإمام الباقر عليه السلام، حتى نعرف شلون أن ثقافة العبادة، ثقافة يعبدون، عبودية الله سبحانه وتعالى بأسمى مراتبها خالصة من كل شرك، لا تؤخذ إلا من أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام، فهم الطريق إلى ليعبدون. إذا أردت أن تصل إلى حقيقة العبودية وكونه العبودية خالصة من كل شرك وشك وزيغ وكفر ونفاق، فخذ ذلك من أهل البيت عليهم السلام. يقول الإمام الباقر عليه السلام: وحدثني أبي زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي، هذا تفسير الصافي،
عليهم السلام أنه قال الصمد الذي لا جوف له، يعني لا مدخل له. إذا الصفة غير الذات فصار إلى جوف، أنا لي جوف، لي ظاهر علم عرض علي، فأكو جوف هو أنا المعروض، وأكو ظاهر قد عرض على هذا الجوف. أما الله صفاته عين ذاته، هاي الكلمة تشير إلى توحيد الصفات. الذي لا جوف له، ما إلى ظاهر وباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ظاهره باطنه، باطنه ظاهره، أما أنا لي جوف. وفي رواية أخرى يقول لا مدخل له، أنا إلي مدخل لأنه داخلي غير ظاهري، أما اللي ظاهر عين باطن ماكو إلى مدخل. الذي لا جوف له، زين. المعنى الثاني للصمد، الصمد الذي قد انتهى إليه السؤدد، أي المجد والشرف. طبعا أنا أحتمل أن هنا خطأ مطبعي في التفسير، لذا عبرت بالتعبير الموجود في مجمع البحرين، الصمد الذي انتهى إليه السؤدد. هنا كاتب الذي قد انتهى سؤدده، إما هذا خطأ أو إلى توجيه. الظاهر أن الصحيح الصمد الذي انتهى إليه السؤدد، يعني ينتهي إليه كل مجد وكل شرف وكل رفعة وكل منزلة ومقام. أي هو هكذا يحتمل، بس العبارة شوية بعيدة، يعني منتهى المقام السامي. الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، شنو الربط بين هاي المعاني؟ هذا من المعاني الإمام الباقر قاعد يتكلم. الصمد الذي لا ينام، الصمد الدائم الذي لم يزل ولا يزال. هاي المعاني كلها صحيحة، بس شنو الرابط؟ يعني الإمام شلون قاعد يكتشف هاي المعاني التوحيدية المختلفة من هاي الكلمة البسيطة؟ وشنو الرابط بين الدائم الذي لم يزل ولا يزال مع الذي لا ينام، الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي لا جوف له؟ بعدين الإمام يكمل، الإمام الباقر قال، الإمام الباقر عليه السلام: كان محمد بن الحنفية يقول الصمد القائم بنفسه الغني عن غيره.